كيمارسوا الرياضات كيف ذكرت في الاول ان كاين اللي كيمارس الرياضه وكيدير الافراط فيها، حتى الرياضه عندها النقط ديالها اللي كيخصني تكون متبعه عند تحت خبير. يعني ملي كيكون واحد الاستاذ في النادي ما كيكونش عند عبث، يعني تكون حركات في الاول، تكون حركات سخينيه، وفي اوميم طون في نفس الوقت تكون دوك حركات سخينيه الاهداف ديالها علاش غادي نديرها، على حسب من بعد الحركات اللي غادا تكون على حسب اما الرشاقه او كاين تكون رونفورسمون مسكيليك تقويه العضلات، بزاف ديال العوامل على حسب النوع ديال الرياضه. هذه المساله الاولى. كاينه المساله الثانيه هو ان تكون برنامج اسبوعي ديال ذاك الشخص او ديال ذاك الجروب اللي تكون في نادي معين، وهذاك البرنامج تيجي عن اطار ديال اسبوعي، يعني في كل اسبوع المنهجيه ديال الطريقه ديال الرياضه ديال الحركه اللي كتاخذ لهاد الاخوان، على حسب كيف كنرجع كنقول على حسب النوعيه ديال الرياضه اللي كتعطاهم، يعني كتختلف بالطريقه ديال على حسب واش هما في واحد الوزن ثقيل بزاف او محترفين او ضعاف، على حسب الحاله ديال ذاك الجروب اللي عندي كيفاش كنوجهوا وكنسيروا بالنظام التدريجي اللي كيجي على حسب الظروف. التغذيه ديال هاد الاخوان انا كنصحهم تنقول لهم بان ياخذوا تغذيه شامله طبيعيه عاديه، دوك المكونات اللي كيتباعوا في السوق دوك فيهم لي برودوي شيميك، باش حيت كتخلي نتايا كتنشط الذات ديالك وكتطلب منها ملي كدير منشطات انك كتطلب منها تدير شي حاجه اكثر من الجهد ديالها، رغم انهما العضلات ديالك محدودين كل واحد على حسب الفئه ديالو، كتكون العضله ديالك محدوده على حسب الطريقه اللي غتخدم بها وعلاش غتخدم بها. ملي كتستعمل المنشطات كتعطيك كتطلب منك انك كتعمل اكثر من داكشي ديالك، وهي من بعد في التالي كتعطيك واحد من بعد كتعطيك واحد الامراض اللي هي خايبه، ما كيبقاش ديك الساعه اي طبيب يقدر يعالجك فيها، لحقاش كتوصل لواحد المراحل بحال كنقولوا حرقتي العضلات ديالك اللي كانت غادا تدريجيا. فلهذا ملي كنديروا حنا الرياضه كنديروها بمراحل وكتكون غادا تدريجيا على حسب شنو باغي نوصل انا وشكون انا وكيفاش النوعيه ديالي وكيفاش بغيت نولي نكون. لحقاش هي الرياضه كتشمل الجميع. مثلا في الحاله الطبيعيه ديالنا حنا كتلقى واحد السيده او واحد السيد تتلقاه رقيق، تتم غادي كتقول لي فين غادي، تقول لك غادي لاصيتي وفين غادي، واش بغيت مازال طيح. حنا ملي كنديروا الرياضه هو ان الحاله ديال الانسان كان رقيق كياخذ الجماليه ديال الفورمه ديالو، كان غليظ اوبيز كياخذ الجماليه ديال الفورمه ديالو، هذا هو الرياضه والحركه. فلهذا انا كنصحكم وكنعاود نصحكم ان الرياضه مع التغذيه خصها تمشي اون باغالي متوازيه، كاين عندهم واحد النمط وجوج حوايج اللي مهمين في الذات ديال الانسان، هو خصو يكون عليه الاكسجين نقي، يعني الهواء نقي والماء خصو يكون نقي. وبالنسبه للمكونات اللي كاينه في حياتي كلها مزيانه، خصني غير نعرف وقتاش نديرها كيفاش وعلاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.